بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي نتكلم عن منهج البيولوجي. دلوقتي لازم نعرف حاجة، ان البيولوجي عندنا فيه 2 يونتس، وحدتين. اول يونت عندنا بتتكلم عن 4 شابترز، 4 شباتر هم عندنا، واليونت التانية فيها شابترين بس، يعني احنا المنهج بتاعنا كله 6 شباتر. طيب اول شابتر ده بعنوان اسمه سبورت اند موفمنت، يعني الدعامة والحركة. سبورت اند موفمنت ده هياخد معانا 5 محاضرات. طيب و في ورقة الامتحان نسبة الشابتر ده في ورقة الامتحان في الغالب بتبقى 8 درجات. طيب الشابتر التاني اسمه شابتر 2 اللي هو الهرمونز، الهرمونات، هندرس فيه الغدد. الشابتر ده هناخد فيه 3 محاضرات، والشابتر ده عليه 6 درجات. طيب الشابتر اللي بعد كده شابتر 3 ريبرودكشن، وده أطول شابتر وواحد من أهم الفصول الموجودة عندنا في المنهج. طيب شابتر 3 اللي هو بعنوان ريبرودكشن ده هناخد فيه 10 محاضرات، ممكن يبقوا 9 وممكن يبقوا 11. طيب هو 10 محاضرات، طيب عليه كام درجه؟ عليه 18 درجه في الامتحان. طيب شابتر 4 هو الاميونيتي اللي هو المناعه. المناعه دي هناخد فيها 5 محاضرات وعليها 12 درجه. اي فصل من الفصول دي هندرس فيها بلانت وهيومن، يعني لما ندرس سبورت هناخد سبورت في البلانت، سبورت في الهيومن. لما ندرس الموفمنت هناخد موفمنت في البلانت وفي الهيومن. الهرمونات برضو كذلك بلانت وهيومن. الريبرودكشن بلانت وهيومن. الاميونيتي هناخد بلانت وهيومن. طيب اليونت الثانيه بقى هناخد فيها تشابتر 1 اللي هو الدي ان اي، ده هناخد فيه 5 محاضرات وعلى 8 درجات برضو زي شابتر 1. طب شابتر 2 اللي هو الار ان اي والبروتين سينسز بقى، ده هيبقى 4 محاضرات وعليه 8 درجات برضو. طيب التارجت بتاعنا او الهدف بتاعنا ان احنا لازم نخلص اليونت الاولاني دي اللي هم الفور تشابتر دول في الترم الاول، والترم الثاني ناخد فيه الدي ان اي والار ان اي، وده عشان يبقى فيه وقت كافي للمراجعه. فهناخد 4 فصول في الترم الاول وفصلين بس في الترم الثاني. طيب نبدأ بأول محاضرة عندنا في شابتر 1 بعنوان السبورت اند موفمنت، يعني الدعامة والحركة. طيب زي ما اتفقنا هناخد سبورت، لما نبدأ بالسبورت هناخد سبورت في البلانت وبعدين سبورت في الهيومن. سبورت في البلانت، ليه أصلا النبات عنده سبورت؟ ليه لازم النبات يكون عنده سبورت؟ عشان حاجتين، تحافظ على الشيب بتاعه وتحميه. طيب النبات لازم يبقى قوي كده، ما يبقاش يعني طري كده فيبقى يتأثر بأي انيمال معدي جنب منه او اي ظروف محيطة، فلازم يبقى سبورتد كده وقوي. طيب فالسبورت مهم في حماية النبات. طيب ايه كمان؟ بتحافظ على الشيب بتاعه، عشان النبات مثلا يقدر واقف بشكل معين لازم يكون سبورتد عشان يقدر ياخد اكبر قدر من اللايت، فعشان يتعرض يفرد نفسه كويس ويبقى سبورتد كده ويقدر ياخد اكبر قدر من اللايت لازم يكون سبورتد، او السبورت بتحافظ على الشيب زي ما اتفقنا. طيب السبورت ده في منها نوعين، في حاجه اسمها فيسيولوجيكال سبورت وحاجه اسمها ستراكشرال سبورت. تعال نشوف الاول حاجه في ناخدها عندنا اللي هي الفيسيولوجيكال سبورت، الدعامه الفسيولوجيه. الدعامه الفسيولوجيه دي زي ايه بالظبط؟ قبل ما نتكلم عن اي حاجه تعال ناخد مثالين بساط كده. لو انا عندي مثلا كوره مليانه هواء وكوره مليانه ميه، مين اللي هتبقى تقيله وسبورتد اكتر؟ اكيد الكوره المليانه ميه. طب السبورت ده جالها منين؟ من الووتر اللي جواها. طيب نفس الكلام لو عندي جردل فاضي وجردل فيه ميه، اكيد لو انا شط برجل الجردل الفاضي هيطير، لكن الجردل المليان دوت لو انا شطه هيبقى سبورتد شويه ويستحمل الخبطه. اهو النوع ده من السبورت بيعتمد على وجود الميه، ان الخلايا بيبقى فيها ميه فتبقى السيل كلها سبورتد بسبب الميه او الووتر الموجوده جواها دي. طب دي زي ايه في حياتنا في النبات؟ قال لك في النبات الفاكهه كلها مثلا، ما تمسك الفاكهه البطيخ دوت على تقله دوت بس ايه اللي جواه؟ ميه. فيبقى النوع من السبورت ده معتمد على ايه؟ الصلابه اللي فيه دي جايبها منين؟ جايبها من وجود الميه اللي جواه. طيب تعال نبص على التو سيلز اللي قدامنا دي، السيل اللي على الشمال دي اهي، سيل دخلت فيها الميه فعملت ايه؟ لما السيل بتخش جوه الميه بتخش جوه السيل، طبعا ما بتتحرك بالاسموزس يعني بنعرف لما نتكلم عنها بعد شويه. لما الميه بتخش جوه السيل، السيل بيحصل لها ايه؟ بتتنفخ، بيحصل لها سويلنج. طيب لما تبقى يحصل لها سويلنج بتبتدي تبقى ايه؟ بيقول عليها صلبه او ترجد. فانا عندي كلمه جديده على الشمال اسمها ترجيديتي، يعني صلابه الخليه. مش فاهمها، صلابه الخليه ممكن تستبدلها بايه؟ بالسويلنج اوف ذا سيل، انتفاخ الخليه. طب ايه اللي نفخ الخليه؟ لما الميه دخلت جواها عملت ايه؟ نفخت الفاكيولز بتاعتها. لما الميه دخلت جوه الفاكيولز بتاعتها نفختها فعملت فيها سويلنج. طيب لما الفاكيول دي بتتنفخ مش بتضغط على الجدار من جوه فتخليه جدار مشدود، تنشن يعني الوول من جوه يبقى ايه؟ مشدود كده. طب العكس لو الخليه كانت فقدت الميه، قال لك تبقى رينكلد مكرمشه، يعني ايه؟ يعني شرينكينج. ليه؟ لانها قلت في الحجم، كشت. طيب بقول يعني ايه؟ بقول عليها ويلتد او ويلتنج اللي هو ذبول او زبلت، تمام؟ طيب
فبيقول لك هنا تعريف الفسيولوجيكال سبورت هو تيرجيديتي اوف ذا سيل. اهم كلمه فيها تيرجيديتي اوف ذا سيل يعني صلابه الخليه، يعني سويلنج اوف ذا سيل، انتفاخ الخليه. تمام. طيب هو ايه انتفاخ الخليه؟ لما الميه دخلت فيها. ون ووتر باسز باي ايه؟ باي اوسموز. واحد يقول لي ليه قلت اوسموز ما قلتش ديفيوجن؟ حركه الميه من هاي تو لو بقول عليها اوسموز، حركه الميه من هاي تو لو بقول عليها اوسموز. امال الديفيوجن دي بستعملها امتى؟ بستعملها مع الايونز والموليكلز، يعني صوديوم بوتاسيوم اي ايونز بتحرك غير الميه بقول عليها ايه؟ بقول عليها ديفيوجن. فمثلا عندك الحبر في الميه، لو عملت الانك في الووتر، لو حطيت حبر في قلب ميه هتلاقي الايونات الحبر او الموليكلز بتاعت الحبر بتبدا تنتشر، تتحرك من هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن، من الحته الغامقه للحته الفاتحه. فانا هنا بتكلم عن الميه يبقى استعمل اوسموزس، لو بتكلم عن اي حاجه تانية صوديوم بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم اي ايون ثانيه استعمل ديفيوجن. فاهم كلمه قلنا في الديفينيشن ده هي تيرجيديتي اوف ذا سيل، صلابه الخليه. وان ووتر باسز باي اوسموز انتو اتس فاكيول، لما الميه دخلت في الفاكيول بتاعتها بالاوسموزس، فبالتالي السايز والبريشر بتاع الفاكيول ايه؟ زاد، انكريز. طيب لما زادت دي ما تنساش انها بتعمل بريس من جوه، بتضغط جوه على الوول فبتخليه تنشن. في سؤال يجي لك يقول لك هنا انه الوول بتاع البلانت سيل بيبقى تنشن امتى؟ وان ذا سيل جين فيسيولوجيكال سبورت ولا لوز فيسيولوجيكال سبورت؟ لا طبعا لما جين فيسيولوجيكال سبورت، لما تكتسب مناعه فيسيولوجيه، لما تكتسب مناعه هتلاقي الميه دخلت جواها يعني اتنفخت، يعني الجدار بقى مشدود وبقى تنشن. تمام. طيب نروح ليه هنا مثلا، هنا اللي بوريك مثلا ازاي المايه لما بتخش جوه السيل بتنفخها بتبقى ترجد او بتبقى يحصل لها سويلنج، والعكس هنا لما المايه بتخرج من السيل بتكش كده وبتقل في الحجم وقول عليها شرينج. طيب برضو نفس الكلام في حياتنا، ايه الفرق بين الصوره دي والصوره دي؟ ايه الفرق بين الصوره دي والصوره دي؟ هنا جايف الثمار على الشمال، طبعا واضح ان الثمار هنا ترجد يعني سويلنج منتفخه لان المايه دخلت فيها، تمام، فزادت في الحجم. اهو اي سيل بتمتص الميه طبعا بالاسموزيس بتزيد في الحجم وتبقى ترجد. العكس الناحيه الثانيه اكيد فقدت ميه، فهنا نفس الكلام قال لك ويلت او رينكد. ليه؟ لان اي سيل بتفقد الميه بتقل في الحجم وبتكش وبتبقى رينكد مكرمشه زي ما احنا شايفين. طيب ايه الامثله اللي عندنا؟ قال لك هات اي فروت دراي فروت ونقعها في الميه سوكد ان ووتر، هتعمل ايه؟ هتبتدي تعمل ابزورب للووتر وتزيد في الحجم وتبقى ترجد او سويلنج. ما ده الكلام اللي عمالين نحكي فيه، اهو ابزورب ووتر انلارج ان سايز يعني تزيد في الحجم وتبقى يحصل لها سويلنج او ترجد او تنشن. طب تعال نجيب العكس، هات سيد او فروت برضو تنفع وسيبها في الهواء، ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي تعمل لوزنج للووتر اللي فيها لان مفيش هواء مفيش ميه حواليها، فهتعمل ايه؟ تفقد الميه اللي جواها وتبقى رينكلد او تقل في الحجم وتبقى ويلتد. طيب في مثال برضو شهير جدا، احنا دلوقتي لو عندنا زرع مثلا وسافرنا مصيف ونسيناه، هيبتدي الزرع مفيش ميه فيبتدي يواجه الجفاف فيبتدي يحصل له ايه؟ يضعف ويلتد. فقال لك النباتات اللي هي الستيم والليفز بيحصل لها ايه؟ ويلت. امتى ويلت؟ اهو لما وين فيس درو، يعني لما تواجه الجفاف. طيب لو انت رجعت من المصيف وحطيت لها ميه قبل ما النبات يموت، ايه اللي يحصل؟ يبتدي يعمل ايه؟ ريجين ترجيديتي، يستعيد الصلابة. استعادها امتى؟ لما انت حطيت ميه في التربه، يعني بعد ما عملت سويل اريجيشن يعني ري التربه. تمام، سويل اريجيشن يعني ري التربه او باستخدام الميه يعني. طيب دي الامثله اللي عندنا على جزء الفسيولوجيكال سبورت. طيب نكمل الاستراكشرال سبورت، ده النوع الثاني من السبورت هو الاستراكشرال سبورت. اهم فيه كلمه او اهم كلمه فيه هي كلمه ديبوزيشن. يعني ايه ديبوزيشن؟ يعني الترصيب، يعني تكوين. تكوين ايه؟ بعض سيرتن سبستنس، بعض المواد، يا اما ان يا اما اون ذا سيل وول. لا فاهمني، احنا زمان السنه اللي فاتت خدنا انه الابيديرمال سيلز الابيديرمس بيكون كفرد بلاير من الكيوتين او الكيوتيكل. الكيوتين ده ماده بتعمل بروتكشن للنبات وبتعمل سبورت للبلانت وبتمنع اللوس اوف ووتر. فالنوع من الدعامه بيعتمد على وجود بعض المواد في النبات فتعمل له بروتكشن وسبورت وتمنع اللوس اوف ووتر. طيب او اهميه الدعامه دي اهو زي ما احنا قلنا، بروتكت ذا بلانت سبورت ذا بلانت بريفنت لوس اوف ووتر، يبقى بتحمي النبات وبتدعم النبات وبتمنع اللوس اوف ووتر. تمام. طيب ايه الامثله اللي عندنا؟ قال لك اول مثال عندنا الكيوتين ده اللي موجود في الابيديرمال سيلز، خلايا الابيديرمس كلها اللي في الليف بتاعت الشجره كلها بيكون فيها طبقه الكيوتين دي من فوق ومن تحت. طبقه الكيوتين ايه اهميتها؟ جيف ريزون ليه الابيديرمال سيلز كفر بالكيوتين؟ عشان ثلاث اسباب، عشان بروتكت ذا بلانت سبورت ذا بلانت وبتمنع لوس اوف ووتر. طبقه السوبرين، السوبرين ايه السوبرين دي؟ ماده السوبرين دي ماده موجوده في الشجره من بره في خلايا اسمها الكورك لاير، خلايا الفلين.
الكورك لير الشجره المره دي، القشره المره دي فيها ماده السوبريم، يعني انت ممكن تشيلها بايدك كده تكسرها القشره البره دي. ايه اهميه السوبريم الموجود فيها دي؟ قال لك بروتكت البلانت، وتاني لحد ما بيسبورت البلانت، وايه كمان بيمنع لوس اوف ووتر. دي ايه؟ الكورك لير اللي هي القشره بتاعت الشجره اللي من بره فيها ماده السوبريم. طيب في كمان نوعين من الخلايا، خليه اسمها الكولينكايما والسكليرينكايما، فيهم مواد اسمها السليلوز واللجنين. ايه الفرق بين الكولينكايما والسكليرينكايما؟ صورتين تحتهم. الكولينكايما فيها سليلوز بس، اول واحده دي عندنا اللي فيها ايه؟ سليلوز بس. اما السكليرينكايما دي بيكون فيها سليلوز ولجنين، كانك جايب كور ولازقهم خلايا لازقهم بسليلوز بماده واحده، فدي قويه. طيب جبت كور لزقتها او خلايا لزقتها بسليلوز وبلجنين، لزقتها بمادتين، تبقى مين الاقوى؟ اكيد السكليرينكايما. الخلايا السكليرينكايما دي في الغالب بتبقى موجوده في الديزرت بلانت، في النباتات الصحراويه، عشان النباتات الصحراويه الويند فيها عاليه، الرياح فيها شديده جدا، فممكن تكسر النبات، فلازم النبات يكون فيه اجزاء سبورتد كده اللي هي بيكون فيها ماده الايه؟ السكليرينكايما سيلز، عشان تبقى قويه جدا. طبعا واضح ان الاقوى الكولينكايما ولا السكليرينكايما؟ واضح طبعا الاقوى مين؟ السكليرينكايما، عشان فيها سليلوز ولجنين تمام مع بعض. فعشان كده بيسموا السكليرينكايما دي الفايبر او الستون سيلز، الخلايا الحجريه او الليفيه. طبعا حجر ما هي فيها ماده السيلوز والايه والجنين، فطبعا بيسموها الستون سيلز او الفايبر سيلز. طيب في ملحوظه جدا مهمه جدا هنا، بيقول لك ايه؟ انه السيلوز والجنين اخر حاجه خدناهم دول بيخلوا الخلايا تبقى سترونجر. فبيقول لك ايه؟ خلي بالك ان السيل بتبقى بيكام سترونجر مع مين ومين؟ مع السيلوز والجنين، دول بيخلوا خلايا سترونجر. واحد يقول لي يعني الكيوتين والسيوبرين دول يا مستر مش بيخلوا خلايا سترونجر؟ لا، ورقه الشجر ما هياش قويه، القشره بتاعت الشجر دي ما هياش قويه. هو الكيوتين والسيوبرين بيسبورت البلانت وبيحموا النبات ومنعوا لوس اوف ووتر، لكن مش بيخليها سترونجر، مش بيخليها قويه. يبقى اذا الكيوتين والسيوبرين دول بروتكت وسبورت ومنعوا لوس اوف ووتر، ولكن ما بيخلوش الخلايا تبقى سترونجر. الخلايا تبقى سترونجر مع حاجتين بس، سيلولوز وايه؟ ولجنين. لو لقيت سيلولوز في الاجابه اختار سيلوز، لو لقيت لجنين اختار لجنين، لو لقيت سيلوز ولجنين يبقى اختار دي الاصح، سيلوز وايه ولجنين بيخلوا الخلايا سترونجر. يبقى ما اجي لك اقول لك سيلز بيكام سترونجر ديو تو ديبوزيشن اوف، الخلايا بتبقى سترونجر نتيجه وجود مين؟ تقول لي على طول مين؟ سيلوز اند لجنين. تمام. طيب ما ننساش حاجه مهمه جدا جدا بين الفرق، في الفرق بين الفسيولوجيكال وستراكشر سبورت، انه في حاله الفسيولوجيكال كانت السيل كلها سبورتد لان الميه موجوده نفخت دخلت جوه الفاكيول فنفخت السيل كلها وخلت السيل كلها سبورتد، فاذا ده كونسيرن بالسيل از هول، بيعمل دعامه، يعني الدعامه بتشمل الخليه ككل. طيب الناحيه الثانيه سلكشر سبورت بقى، لا ده الكيوتين كان موجود على السيل وول بتاع الابديرمال سيلز، موجود على الجدار بتاعها، اذا دي بتعني بالايه بس؟ بالسيل وول. طيب هنا الفيزيكال سبورت الدعامه دي معتمده على وجود الميه. طيب ممكن النبات لو سبته بعد شويه يفقد الميه دي، اذا هيفقد السبورت. اذا السبورت الفيزيكال سبورت دي مش حاجه دايما، مش حاجه بيرمننت، دي حاجه تيمبورال مؤقته. ليه؟ لان ممكن يحصل لوزنج للووتر فالنبات يفقد السبورت. اما الدعامه الثانيه المعتمده على ديبوزيشن اوف سبستانس ان او اون ذا سيل وول، يعني ترسيب مواد جوه او على السيل وول، المواد هتفضل موجوده طول العمر طول ما النبات عايش، لما المواد موجوده. اذا النوع ده كمان معتمد على ترسيب المواد بيعتبر بيرمننت سبورت. فلو جيت لك في الامتحان وقلت لك ليه الفيزيولوجيكال سبورت تمبرال، تقول لي لانه بيعتمد على وجود الميه، وانه اف ذا ووتر از لوست ذير از نو سبورت، لو الميه دي فقدت ما فيش سبورت. لو سالتك تاني ليه ستراكشر سبورت هي بيرمننت، تقول لي طبعا عشان بيعتمد على ديبوزيشن اوف سبستنس ايذر ان او اون ذا سيل وول. طبعا المواد اللي بتترسب احنا عارفينها اللي هم الكيوتين والسيوبرين والسيلوز والجنين والكلام ده، فبتدي النبات سبورت وبتحافظ على الشيب بتاعه وبتمنع لوس اوف ووتر. تمام، ده كده جزء البلانت خلص ما فيهوش اي مشكله على الاطلاق ان شاء الله. هنكمل مع بعض جزء الايه الهيومن.